وإلى الانطلاقة الرسمية لمشروع الصندوق الأخضر للمناخ الذي نظم من قبل وزارة البيئة والصيد بالتعاون مع مركز متابعة البيئة بحضور كل من وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو ووزير المياه صديق عبد الكريم ووزير الإنتاج والمعدات الزراعية السيد قمر السليك، جرى حفل الانطلاقة بمركز البحوث والدراسات الأفريقية للتنمية. عائشة أحمد جوكي. تأتي هذه الورشة في إطار مشروع الصندوق الأخضر للمناخ والتي نظمت من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع مركز متابعة البيئة من أجل التحضيرات الأولية لمشاركة البلاد في انطلاقة أعمال الصندوق الأخضر للمناخ. مدير مركز متابعة البيئة أشار بأن البلاد قد خطت خطوات حثيثة تستحق الإشادة والتقدير في مجال الحفاظ على البيئة، وأن مبادرة دعم الشركاء عبر الصندوق الأخضر للمناخ قد لقيت استجابة قوية من قبل الشركاء. وزير البيئة والصيد أحمد أنبدو محمد أكد خلال حديثه بأن وزارة البيئة والصيد قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة. أصلا لقينا مشروع صخير يساوي تقريبا 300,000 دولار بس للمهندسين، كيف يقدروا المهندسين والناس سوسيتي سيفيل تول بارتنير امبليكي في البيئة كيف يقدروا يعملوا رانفورسمنت كاباسيتي هنا حمايه للقوم، كيف يقدروا يعرفوا يمونتي بروجي في شان يوصلوا في الفينانسمان هنا فون فير. هذه الورشه تسمح للمشاركين في اعداد خطه متكامله تتعلق بالبيئه والتغيرات المناخيه في ظل مشاريع الصندوق الاخضر للمناخ. افتتح وزير الزراعة السيد قمر السليك عمل الورشة الخاصة بدراسة واعتماد كل الدراسات المتعلقة بالقضاء نهائيا على المجاعة في جادة خلال السنوات القادمة بحضور وزير البيئة والمياه إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال. محمد عثمان بشير. إن مشكلة المجاعة في تشاد يجب أن تنتهي نهائيا عند مطلع العام 2030. تلك القضية كانت هي الغرض من هذا الاجتماع الذي جمع بين خبراء محليين ودوليين في مجالات التغذية من أجل دراسة واعتماد تلك التقارير التي تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة المجاعة في تشاد. وبهذا الخصوص فقد أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي في تشاد تالي سانوغو على أنهم سيدعمون هذا المشروع بكل ما توفرت لديهم من إمكانيات، فيما أكد رئيس لجنة المتابعة وإعداد التقارير الخاصة بكيفية القضاء على المجاعة في تشاد نصر جلندوكسيا وايدو بأنهم وبعد 6 أشهر بالتمام من بداية عمل اللجنة فإنهم قد قاموا بكل جدية من أجل إنجاز هذا العمل، وتمنى أن يكون التقارير التي تم إعدادها كافية للقضاء على مشكلات المجاعة في تشاد بشكل نهائي مطلع العام 2030. وزير الإنتاج والري والمستلزمات الزراعية السيد قمر سليك قدم ثناءه على هذا العمل الذي قد تم إنجازه من قبل اللجنة، وأكد على أن هذا التقرير الذي يتعلق بالمجاعة في تشاد سيكون بداية لنهاية قريبة لمختلف قضايا المجاعة في أرجاء المعمورة. هذا ومن المقرر أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية الوطنية بعد 2 يوم من بداية هذه الورشة. وإلى اجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة العامة نغربتنا كارميل سوكات مع مسؤولي صحة المجتمعات المحلية، يهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الصحي بحضور حاكم إقليم وعدد من المسؤولين الإداريين والعاملين بالقطاع الصحي بإقليم مندول. محمود موسى الفيل. عقب إطلاقها للانطلاقة الرسمية لمشروع استراتيجية صحة المجتمعات المحلية في المندوبية الصحية الإقليمية بمندول بمحافظة بيجندو، جاء هذا الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة العامة نغربتنا كارميل سوكات مع مسؤولي صحة المجتمعات المحلية بمحافظة بيجندو. الاجتماع ضم عددا من الشيوخ الدينيين والتقليديين والعاملين بالقطاع الصحي في المنطقة. هذا وفي بداية المناسبة استمعت الوزيرة إلى المتطلبات والمشكلات التي يعاني منها سكان المنطقة في الجانب الصحي، مؤكدة لهم بأن الحكومة وشركائها في التنمية قد وضعوا الصحة ضمن اهتماماتهم، مضيفة بأن الوزارة قد اتخذت كل التدابير اللازمة في توفير المعينات الصحية المطلوبة لأجل توفير الصحة لجميع المواطنين في مختلف ربوع البلاد. وفي نهاية حديثها طلبت الوزيرة من جميع العاملين بالقطاع الصحي في الإقليم احترام واجبهم المهني وتكثيف التوعية للسكان خاصة النساء الحوامل والمرضعات حول التنظيم الأسري ومتابعة أحوالهن في المراكز الصحية والمستشفيات.
هذا وقد شهدت المناسبة توزيع شهادات شكر لعدد من الأطباء العاملين بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات بالإقليم، وذلك تقديرا وعرفانا للجهود التي بذلوها في معالجة المرضى وكذا التوعية المكثفة لهم. للتذكير، فإن مشروع الانطلاقة الرسمية لاستراتيجية صحة المجتمعات المحلية يستهدف كل من إقليم تنجلي والبطحاء وقيرا ولوغون الشرقي ومندول، ويستمر حتى نهاية هذا العام. قدمت مؤسسة دعم مبادرات تنمية العالم الريفي بالتعاون مع بعض الشركاء معدات زراعية للمنتجين الزراعيين بمركز شجرة مقاطعة بحر الغزال بحضور مسؤولي المنطقة والمستفيدين من هذه المعدات. علي فاضل والمزيد. مؤسسة دعم مبادرات تنمية العالم الريفي IDR بالتعاون مع أوكسفام في إطار مشروع ترانسفورم تقوم بتوزيع العديد من المعدات والآلات الزراعية وذلك للمنتجين الزراعيين بمركز شجرة مقاطعة بحر الغزال. وفي كلمته بمناسبة توزيع هذه المعدات قال المنسق العام لمؤسسة دعم مبادرات تنمية العالم الريفي السيد محمد فضل حسن إن الهدف من توزيع هذه المعدات هو مساعدة ودعم المنتجين الزراعيين، وذلك يأتي بعد ملاحظة المؤسسة بأن سكان هذه المنطقة بحاجة ماسة لمثل هذه المعدات لتعينهم في عملهم الزراعي. أما من جانبه محافظ مقاطعة بحر الغزال غرب علي قمر السليك شكر الشركاء الفنيين لهذا الدعم المهم الذي قدموه للمنتجين الزراعيين لهذه المنطقة. ونذكر بأن المستفيدين من هذه المعدات الزراعية هم 15 جمعية، كما تقدر قيمة هذه المعدات ب31 مليون فرنك سيفا مقدمة من الاتحاد الأوروبي. قدم صباح اليوم كل من رئيس المفوض للجنة مراقبة الأسواق المحلية بأفريقيا المركزية والأمين الدائم لمجموعة العمل للحد من غسيل الأموال بأفريقيا المركزية أدياء القسم أمام قضاة محكمة السماك هنا بالعاصمة أنجمينة. أحمد أدا. هذا القسم هو إيزانا لبدع مباشرة عمل الرئيس المفوض للجنة مراقبة الأسواق المالية بأفريقيا المركزية الكوسيماف ناغوم ياماسوم والأمين الداعم لمجموعة العمل للحد من غسيل الأموال كوباك جيرفي باتا. أداء القسم كان أمام قضاة محكمة السماك الست وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي وأمينة الدولة بالخارجية التشادية وبعض المسؤولين بالمؤسسات التابعة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية التي تحت ونجمعنا مقراتها. نقوم يماسوم وجيرفي باتا تعهدا أمام القضاء والمحامين وكتبة العدل بأنهم يحترموا كل اللوائح والقوانين التي تنظم عمل مؤسساتهم في هذا الجانب الأكثر حساسية والمتعلق بالجوانب المالية. مناسبة تليت فيها السيرة الذاتية للمسؤولين اللذين يعتبران ضمن أكبر كوادر بلدان حمتشاد وأفريقيا الوسطى وقدما الكثير من الخدمة بداخل السماد. تعيين مسؤولي كوسيماف وكاباك جاء بعيد القمة الغير عادية لرؤساء المجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية التي استضافتها أنجمينا أواخر أكتوبر الماضي.